نحزن، شايفين شلون عايشين، والله ما نقدر نطلع من الوحيل ومن والله حالتنا حاله. مي حاله هاي؟ والله كرانين حالنا، والله نفسيتنا تعبانه، والله العظيم دهشنا حالنا. والله يا استاذ الوضع هذا من اول ما سكننا بالمخيم، ولا تدفئه لا مازوت لا شيء لا حرامات. للمرة الثانية على الطاولة بيدخل فريق أورينت إلى داخل المخيمات وبينقل المأساة بأكملها، والفضل لله عز وجل بتكون الاستجابة سريعة. من بعد ما جينا صورنا ودخلت كاميرا أورينت، شو اللي صار من بعدها؟ والله الله يجزاهم الخير كاميرا أورينت على طول مواكبتنا وين ما كنا. والله لو ما أورينت فاتت علينا وشافت وضعنا المأساوي وفاتهم بكل خيمة، الله يجزاهم الخير مراسلينها، ونشكرهم ونشكر مدير شركة أورينت على هالشيء. أورينت على طول على طول كانوا بالداخل السوري ولا بالخارج مواكبة كل القضية السورية، والحمد لله الله يجزاهم الخير. من بعد ما سمعهم هالصوت اجونا قطر الخيرية والله يجزاهم الخير، وساعدونا بتغذية، فتحوا لنا الطرقات ببحص بتدفئة وألبسة، والله كمان الله يجزاهم الخير. الحمد لله رب العالمين تغير الوضع، ونشكركم أنتم جزيل الشكر لأنكم أنتم فتتم معنا، عانيتم مثل ما عانينا، فتتم بالطين يمكن إحنا تاجمنا لكم جزامي، تافتتم على خيمنا، الله يجزاكم ألف خير. ونشكر قطر ونشكر كل من ساهم وجانا وشاف وضعنا المأساوي. سمعوا العرب وأخوة المسلمين الصوت يا سيدي، سمع المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، دمه دمه عرضه عرضه ماله ماله، إحنا ليش حشينا؟ المسلم المال اللي عندك مو بس أنت إلك، هذا لكل المسلمين. أنت إذا تريد الدنيا والآخرة يعني دح الوضع المأساوي، إحنا بوضع مأساوي. أكبر مصيبة هي التهجير، مهجرين إحنا عن بلدنا وعن وطننا وعن بيوتنا، يعني إحنا لا يعني تلومونا إذا حكينا أو شيء. رب العالمين يضحك وينظر عليكم، سووا خير، هاي تصدقهم من صدقاتكم. إحنا إذا كل مسلم بالعالم بعث لنا 1,300,000,000، كل واحد بعث لنا بحصة بحصة يفتحوا لنا الطريق، بحصة واحدة، يعني كل واحد إذا بعث دينار أو ريال أو دولار يفتح لنا ويشوف موضوعنا كله هذا ينحل إن شاء الله. عليك بعد عندنا شوي يعني تزبيطات. مثل شو؟ خلينا يعني ليك في خشب، في مثلين الطرق بعدها مش يعني مش كلياتها، انه لسه بدهم ينظروا لكم بعين ثانيه، يعني ينظروا لنا. ما نقول احنا نتشكرهم، كتر الله خيرهم هني واللي جابهم وكل من ساهم وشارك بهال، بس انه لسه عندنا معاناه. يعني ليك لو يعني شو بقول لك، يعني كتر الله خيرهم جابوا لنا تدفئه، جابوا لنا غذاء، جابوا لنا سفنج، جابوا لنا حرامات، جابوا لنا كل شيء، يعني بس انه لسه عندنا شيء، انه ليك الوحل ليك يعني لسه في مي، يعني ليك مقدره، يعني ما انه بقول لك اكثر من هيك، وبنتشكره. كيفك؟ والله الحمد لله. اليوم كيف هالشمسات معك؟ والله الحمد لله، اليوم مبسوطين، وعلى البحصات وعلى الشوادر وعلى الاستلام، والله فرحنا الحمد لله وكيفنا والحمد لله ان شاء الله يا رب، وان شاء الله يظلون على طول يساعدونا. يعني الوضع اتغير قبل ما نحن نجي؟ اي الحمد لله، شلون ما تغير؟ والله كنا ما نقدر نطلع من الوحل، الحمد لله على مساعدتهم لنا، والله يوفقهم ونشكرهم 100,000 مرة، ونعطيهم إن شاء الله الحجة والدين يا رب، الله يوفقهم يا رب، والله العظيم حالتنا تعبانة، وحالتنا ما عندنا شيء، بس إيش نريد نسوي؟ الحمد لله انفتحت لنا الطرق وجتنا الأمم. يعني الأمم ما كانت عم تسمعكم، سمعتكم هلأ سمعتنا، والحمد لله انبسطنا وفتحت لنا طرق وساعدتنا بتقضية وساعدتنا بكل شيء، والحمد لله كنا مبسوطين، وخيم جابت لنا وجميع وطباء جابت لنا دكاترة، ونشكرهم جميع الشكر من قطر ومن كل واحد عربي اسمه عربي يقول أنا عربي، سمع صرختنا وسمع شويلاتنا، والحمد لله. داعش شلون كنا ما نقدر نطلع ونقف هنا،
والله كنا كل من يطلب بيته ياكل يشرب بيته والحمد لله. غيرت الحياة صارت للأحسن. غيرت الحالة بشيء ما يتصور. ونحمدكم ونشكر كل واحد مسلم عربي تحرك دمه علينا. فتحت عندنا الطرق وصار عندنا كل شيء تلبانا ونشكرهم على الشيء اللي سوونا إياه. ونطلب منهم على طول يجونا ويطلون علينا ويعملون لنا زيارات يشوفون هالأطفال وهاليوم البرد القزيرة جاء علينا حيل برد والله العظيم صقع يعني يجي يقدر على طول يجي يساعدونا والله يوفقهم وجزاهم الله ألف خير. يعني حسيتي صوتك وصل يعني فرق تغير الموضوع قبل ما نجي وبعد ما جينا؟ إيه يعني تلبى الطلب ومش الحال والله يوفقهم وأشكرهم من قلبي أشكرهم إنهم جم وساعدونا وساعدوا هالأطفال وفرفحوا هالأطفال. أنا حيل كيفت إنه ساعدوا هالأطفال يعني. المهم الحمد لله يعني انتهينا من هاللي يعني الكارثة اللي كانت معنا يعني هلا ليك أنا عم نمشي بس إنه عم نمشي أحسن من قبل يعني ما ليك الأولاد عم يلعبوا كنا عم نمشي نجي لجارنا جارنا بيطلع علينا بس إنه بعد في معاناة.